اهلا بكم في الشارع الابيض. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده، واللي كان بيتكلم عن تقييمك لاهميه صفقه عوده محمد صبحي بالنسبه لحراسه مرمى نادي الزمالك في الموسم القادم. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدا من عند مين يا انجي. البداية من عند رميساء عبده بتقول صفقة كويسة للزمالك، محمد صبحي حارس كويس ومجتهد وهيقدر يفيد عرين الزمالك بعد محمد عواد. طبعا احنا كنا بحتاج لحارس مرمى بديل لعواد، وهيبقى او هيبقى اضافة كويسة ان شاء الله. كل التوفيق والدعم. نروح لأحمد عيد بيقول صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا انجي، ونهاركم أبيض بخطين حمر. أكيد طبعا صبحي حارس دولي ومكسب بكل المقاييس، وهيكون اضافه قويه للفريق، وهيكون ليه مستقبل الزمالك وحارس مصر الاول بعد عواد ان شاء الله. زملكاوي جميل. شكرا يا احمد. هدى الاتربي، على فكره يا هدى انت اسمك على اسم ممثله دلوقتي طالعه جديد اسمها هدى الاتربي برضو. هدى بتقول نهاركم ابيض انجي واحمد، بتقول صفقه كويسه، محمد صبحي حارس دولي ومجتهد وعنده ثقه في نفسه، وهيكون اضافه قويه للفريق مع عواد ومع وجود ايمن كابتن ايمن طاهر مدرب للحراس. اكيد ده هيعلي مستواه اكتر ان شاء الله، نشوفه متالق مع محمد عواد. واحلى حاجه التكتيك اللي بيعمله سياده المستشار مرتضى منصور في حسم الصفقات. احنا كده يعني بنعمل صفقاتنا في صمت، محدش يعرف عننا حاجه. نروح لوليد أميل بيقول صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الورد عليك يا إنجي، أتمنى يكون عندنا ثقة في الإدارة والجمهور ويحرص عرين الزمالك بعد عواد في حالة الغياب أو الإصابة لا قدر الله، لأن الزمالك فريق كبير وبينافس على كل البطولات. كل الدعم لأبطال الزمالك، تحياتي لكل فريق العمل. شكرا جزيلا يا أستاذ وليد.